عامل بس ريكورد. بسم الله الرحمن الرحيم. البريكسيزومال ديزيز بنقول ان الميتوكوندريا في البيت اوكسيديشن العادي بيتم في الميتوكوندريا. طيب لو انا عندي سبيشال سيتويشن، ايه هي السبيشال سيتويشن؟ لو هي كانت فيري لونج تشين فاتي اسيد او برانش تشين فاتي اسيد، يا هعمل لها دلوقتي بيتا اوكسيديشن في البريكسيزوم او هعمل لها الفا اوكسيديشن. فبيقول these fatty acids are metabolized by special form of beta oxidation لو كانت very long chain fatty acid or by alpha oxidation لو كانت branched chain fatty acid such as phytanic acid within peroxisomes داخل ال peroxisomes. طيب when the peroxisomes are absent or non-function لو هي مش موجودة أو موجودة ومش شغالة، ال fatty acids دي بقى accumulates with the tissue، عشان كده لما باخد ال fibroblast وأعمل لها culture هلاقي فيها accumulation. One example of peroxisomal disease is Zellweger syndrome. Zellweger syndrome in this condition the infants are unable to properly form myelin in the CNS. Yes, so feed the demyelination. The symptoms of this disease include the hypotonia. ليه hypotonia؟ The conduction اصلا بيتم عن طريق المايلين شيز، ما فيش conduction يبقى في hypotonia وسيجر شكل ما هو موجود في السؤال اللي هو قاله، as well as the hepatomegaly. ليه؟ بسبب الاكيوميليشن بتاع السبستانسز دي. ومنتالي ريتاردد اند ايرلي ديث وذين مانث اور انيشال اوف انيشال برزنتيشن. وانس ان هو يبدا كده هيظهر عليه الموضوع البيشن ده هيموت على طول. طيب الريف سام ديزيز ريزلت فروم ا ديفكت ان بريزومال الفا اوكسيديشن، يبقى انا دلوقتي عندي برانش تشين فات اسيد هي اللي هتتكون. ليه؟ لو كانت فيري لونج تشين فات اسيد هتعمل الزيلفاجر. طيب لو كانت برانش تشين فات اسيد مش هعرف اعمل لها الفا اوكسيديشن، يبقى انا هيتكون ديزيز ثاني اسمه الريف سام ديزيز ريزلت فروم a defect in peroxisomal alpha oxidation and leads to neurological disturbance in response to accumulation of phytanic acid within the body. The treatment of this disease by strict avoidance of chlorophyll in diet. الحاجات اللي هي فيها الكلوروفيل ده تقريبا المواد اللي هي بتكون لي الفيري لونج تشين فاتي اسيد او البرانش تشين فاتي اسيد وهكذا. طيب بيقول اللي تشويس ايه بقى هو بيعمل له اكسبلينيشن بيستبعدوا ليه؟ بيقول الميتوكوندريا، بيقول الميتوكوندريا is the primary site of beta oxidation. هي بيتم فيها حاجات معينه يا دكاتره، اليوريا سايكل بتتم في الميتوكوندريا، بتاعت الريسبيراتوري تشين بتتم في الميتوكوندريا، البيتا اوكسيديشن بتتم في الميتوكوندريا. بيقول السايت اوف بيتا اوكسيديشن والكيتوجينيسيس والكريبتو سايكل اللي هي الترايكربوكسليك اسيد سايكل اللي هي التي سي اي يعني، والالكترون ترانسبورت تشين اللي هي الريسبيراتوري تشين، والانيشيال الالكترون ترانسبورت تشين اللي هو بعد الجلايكولاسيس ما بيتم بيدخل ميتوكوندريا عشان يطلع لي اي تي بي في وجود الاكسجين، عشان كده اسمها ريسبيراتوري تشين. طيب في عدم وجود الاكسجين هيبقى اسمها الانيروبيك، بقى الانيروبيك بتاع الجلوكوز هيتكون لي لاكتيك اسيد، عشان كده لاكتيك اسيد بيتكون مع الاكسرسايز الكتير واللعيبه بتاعت الكوره والكلام ده. ليه؟ ما بقاش فيه اكسجين كفايه يبقى فيه هايبوكسيا، ما فيش اكسجين كفايه فيحصل له انيروبيك ميتابوليزم هيكون لاكتيك اسيد. The initial and final step of the urea cycle. The initial step والفاينل ستيب بتاع اليوريا سايكل بيتم في الميتوكوندريا. الميتوكوندريا بيتم فيها من اليوريا سايكل، لان برضه اليوريا سايكل من الحاجات المهمه في الميتابوليزم. اليوريا سايكل بيتم اول تو ستيبس بيتم فيها تو ستيبس بيتم في الميتوكوندريا والباقي بيتم في السيتوزول. الانيشال ستيب والفاينل ستيب بيتموا فين؟ في اليوريا سايكل في الميتوكوندريا. And decarboxylation reaction among others. It doesn't metabolize very long chain fatty acid. قلنا بقى very long chain fatty acid بس الميتابوليزيشن فين؟ في البروكسيزومز. Or fatty acids with branch points. أو لو كانت branch، لأن البرانش ديت محتاجة alpha oxidation. At odd number the carbon. أو لو كانت odd number carbon، لأن هو بيكسر، أنا قلت لحضرتك 16، طب لو كان 17 لا هيتم بطريقة تانية معينة. وهكذا. اللي عايز يرجع لمحاضرة الدكتور نجيب فيها يعني. بيقول بقى الرف اندوبلازميك ريتيكولم، الرف اندوبلازميك ريتيكولم ده حاجه عشان البروتينات تتظبط فيها. از ذا سايت اوف سينثيسيس اوف بروتين، علشان كده اندوبلازميك ريتيكولم بتلاقيه لونه ازرق بسبب البروتين اللي موجود والريبوزوم الار ان اي بيبقى فيه. البروتيازومز ديت الحاجات اللي هي بتكسر البروتينز تو ديجريدد امنيديد اور امبورتد فروم انتراسيل بروتينز. بيقول اللايزوزوم زي احنا قلنا عليها المشكله بتاعت اللايزوزوم الهارلر والفابري والكرابس والجاوتشر والنيمان بيك والتايساكس، الحاجات ديت قلنا عليها بتاعت اللايزوزوم والهارلر والهانتر. الجولجي ابريتس ده، الجولجي ابريتس ده حاجه كده ايه بعد البروتين ما يطلع من الرف اندوبلازميك ريتيكولم يدخل فيها يتظبط يتلف بقى بطريقه معينه يحصل له كده موديفيكيشن في الجولجي ابريتس.
بيقول الـ educational objectives اللي انت هتعرفها ان الـ peroxisomal diseases are rare in porn error of metabolism where الـ peroxisomes are either absent or non-functional. هي مش موجودة، يا إما موجودة ومش شغالة. بيتم فيها إيه بقى؟ الـ very long chain fatty acids دي بتتم فيها. Or fatty acid with branched point at odd numbered. الـ carbons can not be undergo mitochondrial beta oxidation. عشان كده ديت محتاجة alpha oxidation. These fatty acids are metabolized by special form of beta oxidation لو كانت very long chain أو by أو بالالفا oxidation لو كانت branched chain في داخل البريكسيزونز. The disease commonly to neurological defect from improper CNS myelination. الديفكت دي بسبب improper myelination. يبقى نرجع بقى للسؤال بتاعنا تاني، بيقول regarding الريفسونز. يبقى احنا قلنا الريفسونز ده ايه بقى؟ فاتي اسيد بسبب الفاتي الديفكت في الفاتي اسيد اوكسيديشن اللي هي الالفا اوكسيديشن. Which of the following are true? It is only seen in females. هو في مرض بس بيبان في الفيميل زي دكاتره، مفيش حاجه بتبقى اكسكلوزيف. It most often has sudden onset. هل هو ليه sudden onset؟ It develop in 80% of cases in second decade of life. هل بيجي في second decade of life؟ بيبقى بدري عن كده، بيبقى في الاول والطفل بيموت اول ما بتشخص. Has only a motor neuropathy. motor و sensory demyelination لكله. Front region is commonly caused death due to cardiomyopathy. طيب يبقى it's only seen in females on a false. It's most often has a sudden onset. False مش sudden، بيبقى ليه gradual onset. It develops in 80% of cases in second decade of life. False it has only motor. False الوحيد الصح اللي هو هيموت بسبب الكاردوميوباث، يبقى ديت الحاجة الوحيدة الصح. يبقى مش حكر على الفيميلز بس، لا في diseases يقول لك في الميل common في الميل مثلا common، لكن مش حاجة اسمها only كده. بيقول the key features of Refsum's disease are cerebellar ataxia. عنده cerebellar ataxia يبقى Refsum's disease. Mixed polyneuropathy يبقى motor sensory and retinitis pigmentosa. The onset is slowly progressive with 40% of cases presenting before 10 years of age. 40% هيجوا قبل في العقد الأول من حياته، مش 80% بتظهر في السكند ديكيد، لا 40% يظهروا قبل ما يكمل 10 سنين. Sensory motor polyneuropathy often begins in the distal lower extremities and becomes central with time. يعني يبدأ تحت في الأطراف distal وبعدين يبدأ يطلع على proximal. Other features include sensory neural hearing loss. هو في مشكلة في العصب التامن بتاعه. The cardiac conduction defects and the cardiomyopathy. The latter اللي هو cardiomyopathy being the commonest cause of death in untreated patients. يبقى هو هيموت، هو عنده مشاكل كتير، عنده مشاكل سيجر ونيورونال ديفكت وكوندكشن ديفكت. المشكله اكتر اللي ممكن تموته بتاع الكاردوميوباثي. ذا ميتابوليك كوز از فيتانول كو انزيم اي هيدروكسيليز ديفيشنسي. ده الديفكت هو بقى، ما احنا قلنا الريفسانز ديزيز ده اكيوميليشن الفيتانيك اسيد اللي هو مش عارف عامل له بالفا اوكسيديشن. الديفكت فين؟ في الفيتانول كو انزيم اي هيدروكسيليز ديفيشنسي. مش عارف اعمل A hydroxylation اللي هو الالفا مثلا، A hydroxylation للفيتانول. يبقى الفيتانول كو انزيم الفا هيدروكسيليز ديفيشنسي which is to an increase in phytanic acid level. The treatment is diet restriction of phytanic acid. The plasma phoresis has been used in individuals with very high levels. لو انا عندي بقى very high level من الفيتانيك اسيد اعمل بلازما فوريسيز علشان اخلصه منها. يبقى احنا كده دلوقتي عرفنا الريفسومز ديزيز دكاتره. حد عنده شكوى استفسار؟ تمام يا فندم. بيقول the following important error of metabolism have X-linked recessive. طيب هل الهورلر سيندروم X-linked؟ قلنا لا، الهانتر هو اللي X-linked. الأورنيسين ترانس كاربوميليز أو تي سي. حد عارف الأو تي سي؟ الأو تي سي يعني لما حد يروح الصيدلية كده يقول لك الدراج ده is أو تي سي. OTC يعني over the counter، يعني دواء بيتصرف بدون prescription، بدون ما الدكتور يبقى كاتبه. في حاجات دواء ادويه OTC over the counter هو بيديها كده الصيدله وهو واقف. نحفظها عشان نحفظ الانزيم ده ليه؟ لان هو ده الموست كومن انزيماتيك ديفكت في اليوريا سايكل، اورنيسين ترانس كاربوميليز ديفيشنسي. اورنيسين اللي المفروض ان الكربامويل فوسفيت حاجه اسمها كربامويل فوسفيت. طيب لو جينا نفصص الكلمه اللي هي اسمها كربا مويل فوسفيت، لو حضراتكم فصصتوا هتلاقي ايه؟ كربا مويل يعني كربون يعني سي او 2، كربا مويل يعني امونيا، ان اتش 3 فوسفيت يعني اي تي بي. هو ده خلاص، هو ده بيتكون من كده.
بيتكون من الثلاثه دول، الثلاثه دول مع بعض في وجود الكربامول فوسفيت سينثيز بيكون حاجه اسمها الكربامويد، كربامول فوسفيت. طب الكربامول الفوسفيت في وجود الاورنيثين هيتحول لاورنيثين ترانس كاربوميليز، لو في ديفكت فيه مش هيتحول لسيترولين. هل هو ديفكت اكس لينكد؟ احنا عارفين الحاجات الاكس لينكد، قلنا الليش 9 سندروم هو اللي اكس لينكد، هو والفابري ديزيز تقريبا برضو اكس لينكد، وفي كمان الديفكت بتاع الهانتر سندروم هو ده اللي اكس لينكد ديزيز. تمام، اللي معظم الحاجات بتبقى اوتوسومال ريسيسيف ديس اوردر. يبقى هو اتكلم عن الاورنيثين ترانس كاربوميليز، قال ان هو ده موست كومن برضه فورم اوف يوريا سايكل ديفكت، والليش 9 سندروم قلنا الليش نهان اللي هو الاكس لينكد. الاكيوت انترميتنت بورفيريا قلنا الحاجات بتاعه الانترميتنت بورفيريا اوتوسومال دوميننت اكسبت الاريثروبويتيك بورفيريا الاي ار بتاعه الار بي سي، وشرحناها واحنا قلنا في فيديو للبورفيريا شرح فيها الحاجات دي. الامبورن ايرور في ميتابوليزم ار موست كومن انهيرتد از ان اوتوسومال ريسيسيف، معظم الحاجات بتاعت الامبورن ايرور انزيماتيك ديفكت تبقى اوتوسومال ريسيسيف الفاشن. الاكس لينكد ريسيسيف اكسبشن انكلود بقى الاو تي سي والليش 9 والفابري والهانتر والادرينو ليكودستروفي اللي هي الميتاكروماتيك ليكودستروفي، لا يا رب اللي هو الاكس لينكد ليكودستروفي اللي هو كنا لسه بنتكلم فيه فوق اللي هو حاجه شكل الفاتي اسيد كده. الفيميل كاريرز ماي هاف سيمبتومز ويز او تي سي ديو تو ذا افكت اوف لاينايزيشن، اللي ما يعرفش الافكت بتاع اللاينايزيشن هنقول اكيوت انترميتنت بورفيريا از انهيرت ان دوميننت فيشن. فكره اللاينايزيشن ايه يا دكاتره؟ ان الفيميل بيبقى عندها 2 اكس في السيلز بتاعتها، لو ده ديفكتد لو ده في ديفكت الطبيعي بتاع الست الفيميل ان بيبقى عندها حاجه اسمها البار بودي. ايه البار بودي ده؟ يبقى اكس واحد بس اللي معمول له اون والتاني معمول له اوف. inactivation of X chromosome. تمام، طيب هنقولها بس برضه عشان الناس يعني برضه تبقى عارفه. الطبيعي ان بيحصل اون الواحد، واحد بس هو اللي يشتغل ويطلع لي الجينات ويحصل له اكسبريشن، والتاني يحصل له كوندنسيشن على نفسه ويتحول لبار بودي. ليه؟ اكس واحده بس اللي انا محتاجها تشتغل، فبتشتغل وبتقضي لي الغرض. فكره اللاينيزيشن ايه يا دكاتره؟ طب ليه الست في الاكس لينكد ما يظهرش عليها المرض؟ لان هي بتاخد 2 اكس. طيب ده اللي افكتد اللي هو ديزيزد، فالست كده كده بتتخلص من واحد، فتقوم جايه عامله له كومبنسيشن وعامله له اوف وتشتغل بالسليم بس. يصادف بقى في حالات اللاينيزيشن دي ان اللي يحصل له اوف ده اللي يحصل له اوف هو السليم، واللي يحصل له اون هو اللي افكتد. يبقى انا دلوقتي عملت اوف للسليم، يبقى السليم ده انا عملت له اوف ووقفته، وبدل ما اعمل ديزيزد اوف لا شغلت الديزيزد، فيظهر عليها المرض. طبعا حالات رير ان هي ممكن يحصل معاها كده يعني، لكن نبقى عارفين بس امتى يحصل لو حصل لاينيزيشن. With OTC due to the effect of lionization. Acute intermittent porphyria is inherited in autosomal dominant fission. الهايبرلاكتيت. الهايبرلاكتيت is a recognized feature of عندي لاكتيت عالي. العفو يا فندم الله يكرمك. الله يسلمك يا دكتور اشرف. ده كحة بسيطة الايزو فالينيك اسيديميا ولا الفيري لونج تشين كو اي هيدروجينيز ديفيشنسي. كان في حاجه اسمها الام كاد، الام كاد اللي هي الميديم تشين الكو اي هيدروجينيز ديفيشنسي، قلنا الفيري لونج تشين اصايل كو اي هيدروجينيز ديفيشنسي، والفين بانكتشر وستورنيكي والسميث ليمي اوبتس سندروم والهايبوفوليميك شوك. بصراحه مش عارف، بس الهايبوفوليميك شوك بتعمل اسيدوزز، بتعمل لاكتيميا. الفيري لونج تشين فاتي اسيدز هتعمل لاكتيميا، مش عارف. الفين بانكتشر وستورنيكي ممكن يعمل اسيدوزز برضو واسيديميا. هنشوف طيب الاجابات بتاعتها ونشوف الكومنت عليها. اللاينيزيشن احنا بنقول اللاينيزيشن ان الديزيز ده سليم وده افكتد، مش غير لون ده افكتد. الفيميل كده كده فيميل بتعمل اون الواحد بتشغله اون وبتعمل للتاني اوف
بتخليه ايه بار بودي، بتعمل له كوندنسيشن وتخليه بار بودي، عباره عن جزء كده كوندنسد موجود في النيوكلاس كده، بشوفه بقى انا في النيوكلاس كده تحت الميكروسكوب. طيب لا ليه سيت ما يظهرش على الاكس لينكد ديزيز؟ يعني واحد عنده جلوكوز 6 الجي 6 بي دي ده اكس لينكد، ليه ما يظهرش على الفيميل؟ لان لو هي واخده الاكس اللي هو ديزيز هتتخلص منه بطريقه سهله وتعمل له اوف وخلاص وتشغل السليم. اللاينويزيشن بقى فكرته ايه؟ ان بدل ما تعمل اوف للديزيز لا بتعمل اوف للسليم وبتشغل الديزيز، فبالتالي خلاص هيبقى هيظهر عليها المرض، لان هي بدل ما تعمل اوف للديزيز لا عملت اوف للسليم. هي ديت الفكره بتاعت اللاينويزيشن. نشوف السؤال بتاع اللاكتيت ده الرخم ده، بيقول الايزوفاليريك اسيديميا موجوده، الفيرولونج تشين موجوده، اول ثلاثه موجودين، والهايبوفوليميك شوك قلنا بتعمل اسيدوزيس فهتعمل لاكتيميا. هايبوفوليميك شوك. طيب الليفيتد لاكتيد از فيتشر اوف نمبر اوف امبورن ايرور اوف انكلودنج اورجانيك اسيديميا. برضه ليه يا دكاتره؟ لان الامبورن ايرور اوف ميتابوليزم من الحاجات اللي بنكتشفها اللاكتيت. احنا بنعمل لما بنطلب الميتابوليك بروفايل بنكشف عن اللاكتيت، بنشوف تثبيته عاليه ولا مش عاليه، لان في ديفكتيف انزيمز بتزود لي اللاكتيت. يعني مثلا بيروفيت دايدروجينيز انزيم مثلا فور اكزامبل، المفروض ان هو بيدخلي مثلا البيروفيت يدخله لي جوه في الكريبس سايكل علشان يطلع بعد كده يخش في الريسبيراتوري تشين بعد الجلايكولز، مش موجود هيتحول للاكتيت، بيروفيت هيتحول للاكتيت وهيكون لي اللاكتيميا، هيعمل لي اسيديميا على طول. Elevated lactate is a feature of a number of important errors including the organic acidemia, the fat oxidation. The fat oxidation اللي هي شكل اللي هي بتاعت ايه؟ الفير لونج تشين، اللي هي الفير لونج تشين اسايل كو اي دايدروجينيز ديفيشنسي. Respiratory chain disorder, pyruvate disorder, disorder of gluconeogenesis, hereditary fructose intolerance, البايوتينيديز ديفيشنسي اند جلايكوجين ستورج ديزيز. طيب 1 و 3 الجلايكوجين ستورج ديزيز هم 8 انواع جلايكوجين ستورج ديزيز. الفكره في الجلايكوجين، الجلايكوجين ده بيبقى عامل شكل السبحه كده، الجلايكوجين ده عامل شكل السبحه كده وبرانشد كده، يعني شكل الشجره برانشد برانشد. المهم بقى ان انا بقعد بكسر فيه، بكسر فيه الجلوكوز لجلوكوز لجلوكوز. طيب انا عندي ديفكت بقى في انزيمات معينه، يبقى ديفكت في الانزيم اللي هو بيعمل دي برانشنج مثلا هنا، او ديفكت في الانزيم اللي هو بيكسر البرانش العادي من هنا، او ديفكت في الانزيم اللي هو بينقله، وهكذا. فيحصل لي منه 8 انواع. اول نوع بيبقى اسمه البون جيرك ديزيز، ثاني نوع اللي هو البومبي، هم 8 انواع كده يعني، والثالث اللي هو الكوري. لو جه هنشرحها، يعني هو احسن واحد شرحها برضه الدكتور نجيب بتاع الجلايكوجين ستورج دي. مشكله الجلايكوجين ستورج، الجلايكوجين هيترسب في الليفر وممكن يترسب في القلب، ففي القلب هيعمل التايب 2 اللي هو البومبين، لكن في الليفر طبعا اشهر حاجه بتعملها الهايبوجلايسيميا. عشان كده الموست سيفير فورم اللي هو التايب 1 بتاع الفون جيرك ده، بيقول لك البيشنت ده محطوط على نيزوجاستريك تيوب طول الوقت، لازم تدي له جلوكوز انفيوجن طول الوقت. ليه؟ لان الجلايكوجين اللي عنده مش عارف يحوله جلوكوز، فبص هيجي له سيفير فاستنج هايبوجلايسيميا. لان الشخص الطبيعي في الفاستنج ان الجلاكتوز، ان الجلايكوجين يتكسر يتحول لجلوكوز، البيشنت ده عنده ديفكت في المشكله في المساله دي، فمش هيعرف يحوله للجلوكوز فيحصل له سيفير هايبوجلايسيميا واسيديميا. لو ساعتها ان شاء الله لو جه سؤال عليها نبقى نقولها برده فكره الاسيديميا فين. ان براكتس الهايبو بيرفيوجن والهايبوكسيا، قلنا بقى الهايبوكسيا بتعمل اسيدوزيس، هايبو بيرفيوجن اند هايبوكسيا. ليه؟ لان ما بيبقاش فيه اكسجين، يبقى خلاص، يبقى الجلوكوز هيتحرق بطريقه انيروبيك، مش هيدخل في الكريبس سايكل بقى، هيتحول للاكتيت. هايبو بيرفيوجن اند هايبوكسيا نيد تو بي اكسكلودد بيكوز ا سكندري كوز اوف لاكتيك اسيدينيا ار مور كومن. لو انت جاي لك بيشنت باسيدوزيس ولاكتيميا عاليه، والله دور الاول، ممكن يكون البيشنت ده شوك، ده ممكن يكون هايبوكسيك، شوفه. ليه؟ ديت موست يعني ده كومن كوز لها، بيكوز سكندري كوز اوف لاكت اسيديميا ار مور كومن. السبيريس اليفيشن اوف لاكتيت كومنلي ارايز ديو تو سكويزد بلاد سامبل. لو انت بتعمل بقى التورنيكي ربطه كده مثلا على ما تسحب بلاد سامبل، اللي سكويزد ده هي يعني افتكرها كده ممكن يحصل فيها هايبوكسيا برضه وهيطلع لي اللاكتيت
لان انت عامل سكويزنج قافي على البلوك فيسلز بوينت، قافل عليه جامد وعمال تعصر فيه، فده ممكن يعمل لك لاكتيميا. An arterial sample should be taken if a free flowing venous sample cannot be obtained. The Smith-Lemli-Optis syndrome is a disorder of cholesterol synthesis resulting in dysmorphism and mental retardation. حاجات في الكوليسترول ملهاش دعوه باللاكتيت ولا بالكلام ده. يبقى احنا دلوقتي عرفنا كله بيعمل ما عدا Smith-Lemli-Optis syndrome. Opitz syndrome. يبقى الايزوفاليريك اسيديميا، اسيديميا اسيد اهوت موجود، لاكتيت فيري لونج تشين مش عارف فيه ديفكت في الاكسديشن اهوت، الفيني بانكتشر والتورنيكي، لو انت بتسحب عينه ورابط التورنيكي بتاعك جامد ممكن يحصل فيها اسفلوزس. علشان كده اما بنيجي نعمل البيشنت سي بي جي نعرف الحته دي براكتيكال، يعني البيشنت لو احنا بنعمل له سي بي جي، سي بي جي اللي هي الكابيلاري بلاد سامبل، يعني كابيلاري بلاد جازس، الكابيلاري بلاد جازس بنقعد نعصر كده في الكعب بتاع البيشنت عشان نطلعها، ده ممكن يحصل فيها اسيدوزس. يبقى العينه باخدها يبقى يحصل فيها اسيدوز وانا اقول البيشنت ده عنده اسيديميا ولا حاجه. طيب الحاجات الحلوه بتاعتنا هي كوزز اوف ميتابوليك اسيدوزس. ميتابوليك ايه يا دكاتره؟ اسيدوزس. قلنا الميتابوليك اسيدوز بقى يا انايون جاب يا نون انايون جاب ميتابوليك اسيدوزس. هل السيستينوزس؟ لا ملهاش علاقه، قلنا السيستينوزس والسيستينوريا، السيستينوريا قلنا ملهاش علاقه. النون كيتونيك هايبر جلايسيميا، نون كيتوتيك هايبر جلايسيميا عنده هايبر جلايسيميا لكن مفيش دي كي اي معاها مثلا، نباب السيرب يورين ما اعتقدش ان هي بتعمل، الكوليدوريه ما بتعملش الهايبر امونيميا، يعني المابل سيرب يورين يبقى هو جاب السيستينوزس والمابل سيرب يورين. كان اللي احنا قلنا عليها ما بتعملش كانت السيستينوريا، وانا قلت لحضراتكم ان في فرق ما بين الهوموسيستينوريا والسيستينوريا والسيستينوزس، كان في فرق ما بين الثلاثه دول. طيب لو فتحنا فليب وشفناها، بس هو بس بيحب يلعب بالالفاظ، يعني في السؤال اللي قبله كان جاب السيستينوريا وقال لا دي ملهاش علاقه بالبي اتش بتاعتها. طيب سيستينوزس، لا هنا بيقول ان السيستينوزس بقى هو اللي ليه علاقه بالبي اتش بتاعتها. طيب بيقول هنا السيستينوريا، قلنا هي السيستينوريا نوت ان امبورن اور. طب السيستينوزس، السيستينوزس ده كومبير ويز سيستينوريا اند هوموسيستينوريا، ده لما تيجي تقراهم اقراهم مع السيستينوريا والهوموسيستينوريا. دي ديبوزيشن اوف ال سيستين كريستالز ان ذا بروكسيمال تيوب والريتيكلو اندوثيليال تيشو اند كورنيا كلينيكال فيتشرز، بيعمل فانكوني سندروم فممكن يعمل رينال تيوبلر اسيدوزس، وبيعمل رينال تيوب، خلاص هو بيعمل فانكوني ورينال تيوبلر اسيدوزس لان بيأفكت التيوبيولز يبقى هيعمل اسيدوزس. الرينال تيوبلر اسيدوزس ده كوز من ميتابوليك اسيدوزس، لكن هل هو انايون جاب ولا مش انايون جاب؟ لا بيبقى نورمال انايون جاب بروجريسيف رينال فيلير اند هيباتوسبلينوميجا. يبقى نعرفها بقى ان السيستينوزس هياثر لي على التيوبيولز البروكسيمال، وطالما بروكسيمال يبقى هيعمل لي التايب 2. حاضر يا عبد الرحمن. حاضر يا عبد. والريتيكلو اندوثيليال تيشو والكورنيا يبقى هو ده بيعمل اسيدوز. طيب المابل سيرب يورين، المابل سيرب يورين ده دكاتره بتاع البرانش تشين اللي هي اليوسين والايزوليوسين والفالين، اليوسين ايزوليوسين والفالين. بيقول المابل سيرب يورين ديزيز ده برانش تشين كيتو اسيد دي كربوكسيليز دي بقى ديفكت. ايه هي البرانش تشين دول؟ ثلاثه، اليوسين ايزوليوسين فالين. دول برضه بريزنت ان فيرست ويك اوف لايف وذ منتال ديفيشنسي مش عارف ايرفليكسيا وديسفيجيا، وعنده برضه ميتابوليك اسيدوزيس. هو كاتب في فليب عنده ميتابوليك اسيدوزيس وهايبوجلايسيميا. كاركترستيك يورين سميل، بيبقى عنده اللي هو البيرنت شوجر اللي هو السكر المحروق بيبقى باين ريحته فيها. المابل سيرب يورين ده الريحه بتاعت المابل سيرب اللي هي شوربه المابل، انا ما اعرفش ايه شوربه المابل دي لكن هو بيتكلم فيه. تقلل البرانشيشين فاتي اسيد وانت في الدايت بتاعك هتحسن الموضوع. الهايبر امونيميا ده بتاع اليوريا سايكل، الكلورايد ريا ديت عندك الكلورايد ريا قلنا مش بتعمل، المابل سيرب يورين خلاص بتعمل، والسيستينوزس والشرع. بيقول المابل سيرب يورين ديزيز بروديوس ميتابوليك اسيدوز ديو تو ذا بيلد اب اوف نمبر اوف اورجانيك اسيدز، سيستينوزس ريزلت ان دامج تو ذا بروكسيمال تيوبول ديو تو سيستين ستورج ريزلتنج ان رينال تيوبلر اسيدوزس. نون كيتوتيك هايبر جلايسيميا بروديوس ريسبيراتري اسيدوزس از ابنيا ديفلوب لكن مش هيعمل ميتابوليك. الامونيا از ريسبيراتوري ستيمولانت، الامونيا دي ريسبيراتوري ستيمولانت، فما يزود لي الريسبيريشن هيزود لي السي او 2 ووش يبقى هيتخلص لي من الاسيد هيعمل لي الكالوز. بروديوس ريسبيراتوري الكالوز ليه؟ لان هي برين ستيمولانت ريسبيراتوري ستيمولانت،
الكلوريدورية produce a metabolic alkaloid secondary to chloride loss in stool. يبقى شراب القيقب هي حاجة ما هو مشهورة يعني المابل سيرب ده ما. طب هو القيقب ده فاكهة ولا خضار ولا موجود في السودان ده يا دكتور عشوائي؟ فاكهة. طيب اوكي امونيا. طيب خلاص قلنا الامونيا ديت وقلنا الكلورايدريا يعني هو عنده دايرية بتاعت الكلورايد بيفقد كلورايد produces a metabolic alkaloid. احنا قلنا هو بيفقد الكلورايد هيكمبنسيت بال HCO3 secondary to chloride loss in the stool. بيقول الهايبوغلايسيميا كان بي دايجنوزد باي جلوكوز تاكس انك اللي هو الفينجر ستاك ده انك اللي هو بتاع الراندوم ده هل انت بتشخص بيها الهايبوغلايسيميا؟ لا طبعا انت بتشخصها بالسيرم لكن انت ممكن تعمل ايه سكريننج لها كسكريننج تيست او تعمل فولو اب بالحاله. از ديفايند از جلوكوز كونسنتريشن اوف ليس ذان 2.2 ملي مول. الملي مول احنا هنا بنضرب في كام؟ بنضرب في 18. ال 2 في 18 ال 2 في 10 ب 20 وال 2 في 18 يعني حوالي 36 اللي هو اقل من 36 هو اقل من 2.6 ملي مول. With the presence of ketones in the urine exclude medium chain مش عارف deficiency at the cause. لو هل وجود الكيتونز ده بيكسكلود ان الكوز بتاعه يبقى الميديم تشين اصلا كو ايه ده هيدروجينيز ديفيشنسي اللي هي الان كات ديفيشنسي مش عارف الاجابه بصراحه. In the absence of ketones and the glucose requirement greater than 8 ملي جرام كل جرام to maintain normal glycemia is indicative of hyperinsulinism. لو انت عندك absence of ketones عند الجلوكوز ريكويرمنت ولو انت محتاج الجلوكوز بتاعك اكتر من انه يبقى 8 ملي جرام لكل كيلو جرام بيرمين تو مينتين نورمال جلايسيميا ده بيقول لك ان انت عندك مشكله في الهايبر انسولينيزم انت عندك انسولين زياده ممكن تكون صح. سكندري تو الجليبين كلامايد بويزنينج از اسوشيت ويز ا هاي ريشيو اوف انسولين تو سي بيبتايد. الجليبين كلامايد ده نوع من السلفونيل يوريا. السلفونيل يوريا مشكلتها ان هي بتعمل هايبوجلايسيميا عنيفه. البيشنت اللي هم ماشيين على سلفونيل يوريا بيقول لك ان السلفونيل بتعمل سكويزنج للبنكرياس عشان تطلع لي ولها لونج اكتنج فممكن البيشنت يقعد يومين ثلاثه عليها ويبقى هايبوجلايسيميك. طيب كان بي دايجنوزد باي جلوكوز تيكس قال فولس. طيب الجلوكوز كونسنتريشن اقل من 2 قال فولس. قال بريزنس اوف كيتونز ان ذا يورين اكسكلود الميديم تشين مش عارف كذا قال فولس. يبقى الترو فقط هي اللي احنا قلنا عليها ان هو لو انت بتديله لو انت محتاج نسبه جلوكوز عاليه ومفيش كيتونز عندك لو انت مفيش كيتونز في اليورين مثلا او في البلد بتاعك او كيتون بوزيز مش موجوده في اليورين وانت محتاج جلوكوز عالي ده معناه انك عندك الانسولين بتاعك عندك هايبر انسولينيزم. قال لك صح. قال لك سكندري تو لو انت بتاخد عندك جليبين كلامايد بويزنج ذا هاي ريشيو اوف انسولين تو سي بيبتايد هيبقى عندك الانكريز ريشيو بتاعت الانسولين على السي بيبتايد. انا ما اعرفش الريشيو ديت ايه بصراحه. طب هنشوف الكومنت بتاعه. بيقول الستيك تيست ار يوزد از سكرينز فور هايبوجلايسيميا هستخدمه كتيست للهايبوجلايسيميا بات مي بي ان ريلايبل لكن ممكن ما يبقاش ان ريلايبل ات لو جلوكوز كونسنتريشن. لو اللو كونسنتريشن بتاع لو الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز قليل قوي ما بعتمدش على ممكن ما يقراوش اصلا الحاجات دي. Diagnosis requires the formal laboratory confirmation. عايز تشخص اعمل لي سيرم بقى ايه جلوكوز. Hypoglycemia is defined as laboratory glucose less than or equal to 2.6 ملي مول. الارقام دي دكاتره بتتحفظ زي ما هي حاجات ستاندرد يعني 2.6 ملي مول ده يتحفظ عشان اشخص بيه hypoglycemia. الفات اوكسيديشن ديفكت such as medium chain acyl CoA dehydrogenase deficiency اللي هو الام كاد ده برضه بيتشخص بالجزري اللي انا بقول لحضراتكم عليه. لو فات اوكسيديشن ديفكت شكل ام كاد are causes of hypoketotic hypoglycemia. هيعمل لي hypoglycemia. However, the ketone production is an appropriate low for the degree of hypoglycemia. لكن مع ذلك فكرة ان البرودكشن بتاع الكيتونز ان انا اكشف عليه اللي هو كان بيقول عليه فوق انك وجود الكيتون في اليورين بيكسكلود الميديم تشين مش عارف ايه قال لك لا.
وجود الكيتون بودز البرودكشن بتاعها is an appropriate low for the degree of hypoglycemia. ما بيعملش ملوش علاقه بالهايبوجلايسيميا rather than absent الا لو كان مش موجود خالص. برضو مش فاهمها ديت قوي. however the ketone production is an appropriate low for the degree of hypoglycemia rather than absent. هو بيقول تقريبا ان هو بيقل مع الهايبوجلايسيميا لكن ما بيبقاش absent. بيقل لكن ما بيبقاش absent. الهايبرانسولينيزم is a further cause of hypoketotic hypoglycemia. حاجات برضو في الاندوكراين هنبقى نشوفها يعني. hypoketotic hypoglycemia عنده hypoglycemia فهيبقى عنده hypoketotic. بيقول is a further cause of hypoketotic hypoglycemia characterized by persistent elevated glucose requirement. انا محتاج دايما جلوكوز عالي اكتر من 8 مللي جرام لكل كيلو جرام في الدهون. Poisoning with exogenous insulin is characterized by high insulin to C-peptide ratio. يبقى لو انا عندي دلوقتي poisoning بالانسولين يبقى انا البيشنت اللي انا بديله انسولين من بره مش البيشنت اللي بياخد سلفونيلوريا بقى، لا البيشنت اللي هو بياخد انسولين من بره هو ده اللي هلاقي عنده الريشيو بتاعته is characterized by high insulin to C-peptide ratio. The C-peptide is inappropriate low. هلاقي الانسولين عالي above C-peptide هلاقيه قليل. However, anti-diabetic such as الجليبين كلاميد promote endogenous insulin release and so the ratio is normal. يبقى اللي بيغير لي الريشيو ده دكاترة بتاعت الانسولين على السي بيبتايد هي الاكسجينوس انسولين فقط، لكن الاندوجينوس انسولين ما بيعملش كده. ونقول لحضراتكم السلفونيلوريا فكرته ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل سكويزنج للبنكرياس عشان يطلع لي انسولين، يبقى هيطلع لي ايه؟ اندوجينوس انسولين، يبقى مش هيأفكت الريشيو، يبقى الريشيو جاست هيتأفكت امتى بس؟ في حاله الاكسجينوس انسولين. لو انا بدي انسولين من بره هشوف السي بيبتايد بتاعي ساعتها هيقل. Is characterized by a high insulin to C-peptide ratio as the C-peptide is inappropriate low. However, the antidiabetic such as the glibenclamide will promote the endogenous insulin release and so the ratio is normal. طيب احنا ان شاء الله يا دكاترة واقفين عند السؤال ال 37 ده، يعني ان شاء الله لو احنا بس النهاردة احنا واصلنا ايه يعني ادي كده 38 40 42 ناقص لي حوالي اربع اسئلة ونبقى كملنا نص الفايل ده. ممكن ان شاء الله لو حد موجود الساعة 10 بالليل ممكن نحل الاربع اسئلة ونكمل الباقي ده بعد بكرة إن شاء الله، وبكرة نحل اللي احنا ذكرناه النهاردة، نفتح كتاب النظر ونذكره، نراجع عليه بس إن شاء الله. الأربع أسئلة لو حضراتكم عايزين نحلهم الساعة 10 النهاردة إن شاء الله عشان نبقى خلصنا بس الملف ده إن شاء الله نبقى خلصناه، وبعد بكرة نبقى نكمل الباقي إن شاء الله. معلش والله يا دكتور أنا مش موجود 9، يعني أنا عندي شغلي ما بيبقاش موجود عشان كده المادة فعلا ما بيبقاش موجود فيه. اللي هو من بعد المغرب لحد العشرة بالليل مبقاش متاح فعلا بقى في الشغل، فده بس الوقت اللي انا بقول لحضراتكم. لا لا ولا يهمك يا دكتور مش العفو يا فندم. فلو ان شاء الله عايزين نحله مفيش مشكله، عايزين ناجله برضو تحت امر حضراتكم تقرروا بس، ونقول النهارده الساعه 10 ان شاء الله. لو عايزين نعمل ميتنج حتى ما نحلش اربع اسئله ممكن نكمل مثلا شويه كمان مفيش مشكله. وبالتوفيق ان شاء الله يا دكاتره. شكرا جزيلا لحضراتكم.